نعم، طب دكتور عبد الباقي، الصحافة العالمية تتحدث عن قلق إسرائيلي من نتائج قمة طهران، وأيضا عن تخوفات إسرائيلية من نشوء محور جديد جراء هذه القمة، بماذا تعلق؟ أولا بالنسبة لإسرائيل، دعني أقول لك بوضوح وبجراءة، إسرائيل وإيران يعني كما نقول نحن أخوان توأم، هذه هي أخوة ومصلحة مشتركة وعائلة مشتركة، بمعنى أن إيران تدرك أن إيجاد إسرائيل كمهدد للمنطقة يجعل من يعني هناك مصالح مشتركة، إيران تحاول أن تستفيد من هذا وتحاول أن تعبر عن الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الموت واللعنة على اليهود. إسرائيل عندما تصبح إيران مهدد وخطير، هي تستطيع أن تنسق مع دول الإقليم، بمعنى أن هناك خطر إيراني، وبالتالي هذا الخطر الإيراني على التحالف معه، وهذا إيران قدمت لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ما لم يقدمه أنور السادات أو وادي اتفاقة وادي عربة أو الاتفاق الإسرائيلي فلسطيني، بمعنى أن كل هذه المقدمات، كل تلك العملية، حتى الثورة الشبابية، بمعنى كل ما تم العمل عليه لإيجاد تقارب إسرائيلي عربي، إيران قدمته بكل براغماتية، بمعنى أن هناك خطر إيراني، وهذا الخطر الإيراني يطلب منكم التعاون، ويطلب منكم أن تكون الباتريوت والأسلحة الصاروخية مترابطة لمواجهة هذا الخطر، وبالتالي هذا أيضا يخدم إسرائيل. هناك تخادم، إيران لا تريد، لن تقصف إسرائيل، لن تهدد إسرائيل.